مساء النور عليكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجنا ستات دوت كوم طبعا بنات وستات كتير بيشغلهم طبعا موضوع الموضه بقى الفاشن والشعر والميك اب والكلام ده كله بيبقوا عايزين يعرفوا طبعا ايه اكتر الحاجات الموضه بيبقوا عايزين يعرفوا ازاي يهتموا بشعرهم بيبقى في طبعا ناس بتعاني من مشاكل في الشعر زي تساقط الشعر كلام من ده وبتبقى عايزه تعرف ايه برده الحلول والحاجات اللي تقدر ان هي تعملها في سواء في شعرها بقى سواء لوكات الميك اب الكلام ده كله طبعا معانا النهارده ضيفه برنامجنا مدام بينا اهلا بيكي, أهلاً بيكي. هتجاوبكوا على كل اسئلتنا كل الاسئله اللي انتوا عايزينها ومعلومات كتير طبعا من اللي تحبوا تعرفوها مدام بينا صاحبه مركز تجميل بينا مدام بينا محمد اهلا بيكي اهلا بيكي في الاول كده عايزين نتكلم عن البروتين والكرياتين هما طبعا كانواع علاج للشعر وكده تقدري تكلمينا شويه تدينا نبذة عنهم تمام الفكرة الأول طلع الكرياتين طلع بشكل كبير شوية مش عارفة لمدة تقريبا من عشرة اتناشر عشر سنة الكرياتين كانت نتيجته مش جدا على معظم الناس اللي عملوه لأنه هو قوي شوية نسبة الفرد فيه عالية جدا فبالتالي بيتحط على شعور كتير ممكن برضو يكون اللي بيعمل ده مش قادر يفرق ما بين كل شعر وشعر يعني قصدك من كلامك ده ان كل شعر بقى بيبقى محتاج طريقه معينه اكيد انا كل الزباين اللي بتجيلي او كل اللي بيجيلي بيقولي انا شعري وقع انا شعري اتدمر انا شعري ده وبتكون في ناس كتير فعلا بتشتكي من الموضوع ده بعد ما عملت الكرياتين ان شعرهم وقع الشعر دي قطع اكتر حاجه بنتسال عليها واكتر حاجه بتكون مخوفه جدا اي كلاين يخش لنا ان احنا يبتدي مع شعره الفكره ان كل حاجه ليها حاجه كل شعر ليه شعر ممكن تكون ماده غاليه جدا او ممتازه جدا وثابته وجودها جدا وتحطت على شعري وشعرك ظبطت معايا بس ما ظبطتش معايا يعني ده المشكله ما بتبقاش على جوده الماده او سعرها او الكلام ده جوده الماده برضو بيبقى فيها عامل كبير وعامل اساسي بس في نفس الوقت النوع لازم اختار النوع المناسب لكل شعر اصل في عروض مثلا على البروتين والكرياتين بتلاقي حاجات اسعارها قليله شويه الكلام ده ففي ناس بقى بتقول فرصه العرض وكده وتروح وبعدين تفاجئ هل المشكله فكرة. بتبقى في السعر الحاجه ولا ولا بتبقى في في نوع الشعر ولا بتبقى في ايه؟ الاتنين والجوده اساس 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 انك يعني بس هو الفكره من من البروتين والكرياتين الجست اللي بيدخل مش عارف بس هي فكره مخيفه جدا اولا ممكن اجيب ماده بجنيه واجيب ماده ب 10 جنيه دي تديني نفس النتيجه ودي هتديني نفس النتيجه كفرد انا بتكلم كفرد بعد كده بقى اه هي المشكله بعد كده بعد كده احنا زمان كان الناس بتتجه لايه كانت بتتجه للجلاد اللي في الصيدليه بتتفرد بجلاد عادي معرفش ايه وطبعا ده ليه اضرار بشعة على إن في نسبه بتقص عاليه جدا اه ففكره ان انا بروح مش كل حاجه بتفرد فرد عظيم هي جميله لا بالعكس شوفي بعد كده شوفي الاضرار بعد كده تبع الدنيا معاكي ايه بعد كده طب تقدري تقولي لنا ايه الفرق بين الكرياتين والبروتين احنا ابتدينا يعني أنا في الفتره الاخيره ناس كتير اتجهت للبروتين وما بقاش الكرياتين اللي له شعبيه زي الاول مظبوط لان نسبه التغذيه اعلى شويه في البروتين يعني احنا لما لقينا كله بيشتكي 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 ابتدينا نتجه شويه للبروتين البروتين في نسبه تغذيه عاليه ممكن توصل ل 50 50 70 60 40 يعني حسب الشعر اللي قدامي هيديني ايه وفي كمان حاجه طلعت احسن من كده في دلوقتي الفيلر وفي السيراميد وفي الكولاجين كلها حاجات بتطلع احنا بنسعى كلنا اكتر حاجه تديني فرد كويس وتبقى اقل ضرر على الشعر تديني فرد وتغذيه يعني انا مثلا ما بشتغل بالفيلر لاي جسم انا نفسي بتصدم ما فيش 10 15 يوم الاقي الجذور طلعت والشعر تتلع. فكرة ان انا ابقى شعري مفرود ومتغذي في نفس الوقت اهم حاجه طبعا عشان الشعر ما بعد كده الهيشان يهدى شويه هي تيجي تقولي انا حاسه بفرق مش بس فرق في الفرد انا برضو هرجع اوصل لك ان الفرد او اللمعان بتاع الشعر سهل وال... جدا يعني انا اقدر افرد أو... الفرد باي حاجه ايه بعد الفرد يعني شعري هيستفيد بقى الأنواع الجديدة زي الفيلر والكلام ده كله إيه يعني تقدري تكلمينا عنها او عن فوائدها شويه الفيلر والاسترامايد والكولاجين كل دي مواد بتعلق بالتغذيه اكتر معايا اه بتديني فرد وفي انواع منها ما بيديش فرد خالص هو يا دوبك بيفك لي اللي هي بتبقى زي موجه وبتتفرد ودي معظم الاوقات الجست ما بيقبلهاش قوي انا عايزه شعري يكون مفرود جدا أوه. ويكون صحي جدا ما يكونش بيقع ما يتاثرش اجي المره الجايه اعمله واجي المره الجايه دي الحاجه اللي دايما بنسعى لها ان انا هديكي نسبه فرد وفي نفس الوقت هديكي نسبه علاج عاليه طب وايه اكتر نوع بقى في دول تنصحي بيه أنه هو يقدر يكون مجمع كل البوينتس دي انا بصراحه في الفتره الاخيره اشتغلت بالسيراميد السيراميد حسيته منتج اترجح قوي قوي هي أكتر. قوي 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 جدا مع شكاوي كتير يعدلوا الفيلر والكولاجين رائع ده اكتر حتى في نوع الشعور حسيتي نوع الأفريقي. مع جاب نتيجه جدا حتى في الشعور الافريقي كنت خايفه منه أن الشعور الافريقي كان ما فيش حاجه تقدر تعالجها بصراحه الا الكرياتين لا ده دخل وعالج وظبط وفرد حتى الشعر الجديد اللي طالع الفكره بتبقى اظبط كتير احلى كتير من اللي كنا بنشوفه زمان طب وطبعا وال... كل حاجات الفرد دي بيكون ليها اضرار ايه بقى الاضرار اللي شايفاها فيها؟ اكيد اكيد هي ليها اضرار بس طول ما الماده تمام واللي بيطبق الشغل بيطبقه بطريقه صحيحه مش هيبقى فيه اي ضرر بالعكس انا في ناس معايا بالسنين يعني انا بشوف شعرها ما كانش بيطول بقى يطول آه بشوف التقصيفه بتروح العيشان بيروح في برضو بعض الصور آه على الشاشه دلوقتي اه طيب آه التقصيف بقى بيروح التقصيف آه. بيروح والتقصيف كمان لو في لو في حد شعره حلو اه مش مجعد قوي بس ما في محتاج قوي مش محتاج آه ممكن نخش بجلسات الترميم جلسات بس ناس كتير دلوقتي بقى بتبقى عايزه شعرها يكون ليس بقى على طول و... اه على طول ما هي فكره مريحه جدا برضه مريح طبعا ان كل شويه تعملي السشوار و... ومكوه والكلام ده البيبي ليس والكلام ده طبعا برضه بيرهق الشعر فده يعتبر برضه مريح جدا ان انا اخرج الاقي شعري وهو مبلول تمام هو كل اللي بيحتاج مني بس شويه هواء بالذات في الصيف كمان لان الدنيا بتكون حر فالشعر بيعرق بسرعه فطبعا الحاجات دي ما بتتاثرش لكن لا يعني لو عاملاه بي والكلام ده طبعا مجرد ما يعرق هتلاقي بقى هي فكرته في كده يعني فكره اريح كدا. جدا جدا دايما برجحه للعرايس اللي بتيجي عندي دايما برجحه لحد يقول لي انا مسافر انا مش فاضي اعمل شعر كتير انا مش عايز انا شعري مجهد طول الوقت انا طول الوقت بمسك ماكو شوار فطبعا بشوفها وبنحدد لها ده عايز بروتين ده عايز فيلر ده عايز كولاجين ده عايز سيراميد كل حاجه ليها طب بالنسبه بقى للعرايس وبالمناسبه يعني كلمينا شويه عن اللوكات بتاعه الميكب اللي بتحبي تعمليها للعرايس او الحاجات اللي بتفضليها اللي بتكون حلوه يعني على العرايس بصي انا هقول لك حاجه انا ما بيبقاش عندي خطه مرسومه للعروسه اللي قدامي يعني انا معظم عرائسي بتفاجئ بيهم يوم الفرح لأن مش انا اللي باخد الحجوزات فانا ما ببقاش عارفه وشوش ايه اللي... البشرة لونها إيه اللي هتعمل إيه بيفرق جدا إذا كانت العروسة خارجة فورمة أو خارجة طرحة لأن كل واحد بيبقى ليه شغل دي ليها شغل دي ليها شغل طبعا شغل أكيد وش العروسة برضو بيفرق في, في الألوان بقى والكلام ده كتير هي بتيجي عايزة لوك لي بنتفق لو اللوك ده تمام وهيليق عليها بقول لها اوكي لو حاسه ان اصل دايما الموديل حاجه والجسم اللي قدامك بيبقى وش حاجه ثانيه فدايما الست وهي بتتفرج على الفيسبوك هي مقتنعه ان شعري زي شعرها او بشرتي زي بشرتها او عيني زي عينيها لا بس ممكن تكون هي انا نظرتها برده مش تختلف كتير مش كتير, قوي لل... كتير الالوان مثلا اللي بتوريها لي لو اتحطت عليها الفكره هتختلف تماما مش تبقى ظريفه ساعات ناس بتختار لوكات هايله ما بتبقاش في دماغي مجرد ما بتوريني الصوره انا نفسي بفرح بتطبق اللوك عليها بيبقى احلى من الصوره طب وايه الموضه السنه دي بالنسبه للوكات بتاعه العرايس يعني كل كده سيف او كل سنه بيبقى فيه مضات هو احنا بقى لنا يعني. تاني سنه على التوالي شغالين باللوكات السيمبل 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 الوان السيمبل رسمه العين كل حاجه هاديه نادرا لما بتطلب لوك تقيل شويه لوك خليجي لوك فيه سموكين كله بيجي يقول لي كان عايز حاجه سيمبل غير زمان الاول كان العروسه بقى في الفرح بيبقى بيبقى اوفر ميك اب أو طبعا وكدا. الوان آه. الشغل كتير عايزه اقول لك ان زمان يعني انت هتتصدمي مني زمان كان اسهل كمان من دلوقتي يعني الفكره ان لما بتدخل تقول انا عايزه ميك اب او بتاع هي مفكره ان هو هيبقى شغل اقل شغل كتير اه شغل اقل مني كمجهود اقل بالعكس هو الفرق بين الميكا والميك والميكاب الثقيل هو اختيار الوان لا اكتر ولا اقل لكن نفس طبعا نفس الخطوات نفس. واحده بل حاجة. بالعكس اللوكات, اللوكات النو بتحتاج شغل اكتر واقوى من اللوكات عشان تبين بقى اللوكاتي. ملامح الوش والكلام ده على ملامح و... والبروز لازم تكون باينه من غير ميك يعني لازم تكون هي منوره من غير ما انت تحسي ان في حاجه هنا ان في كونتور هنا ان في هايلايتر هنا ان في اي حاجه سحبه او شده من طيب بالنسبه للصبغات في ناس كتير بتعمل مثلا شعرها اسود اللي هو عارفه الاسود الغامق ده طيب. وبعدين مثلا بتعوز ترجع تعمله بلوند فطبعا ده بيواجه مشكله او بيأثر على الشعر ولا انا بحييكي على السؤال ده لان آه. السؤال ده يعني دي قصه انا عايشه معاها يعني هي بتبقى جايه شعرها في اسود يعني اسود يا جماعه حنه احمر من الالوان اللي صعب جدا نخرج بيها مره واحده لبلوند او رمادي الالوان دي صعب صعب مجهدة على الشعر حتى لو في حمايات يعني احنا دلوقتي الدنيا اختلفت كتير عن زمان يعني الاولابلكس لما بنحطه اثناء التفتيح بيحمي لي جدا كاني انا بجيب حاجه وبغلف الشعرايه بيها لغايه ما اخلص مهمتي وبسحبها بس برضو مش هيحميني القدر الكافي من ان اطلع شعراية فيها لان معظم الالوان اللي قلت لحضرتك عليها اسود حنة احمر فيها حنة حرة والحنة الحرة دي بتتكلبش قوي في البصيلة بتاعت الشعراية فبصعوبة فاحنا لازم نطلع نطلع لدرجة على تفتيح عليها فانا دايما بقول لها نطلع واحدة واحدة يعني طب وبيبقى الحل ايه يعني تعمله مثلا بني وبعدين الاول انا بسحب تيست لازم التست هو اللي يقول لي ممكن تكون عامله اسود مش مده كبيره ممكن تكون واحده مديه اسود كتير مديه حنه كتير فطبعا خصله الشعرايه اللي انا بكشف عليها ما بتتقبلش اللون على طول هي في بتتقبل في ما بتتقبلش في بقول لها آه انا هشتغل بس مش هقدر احدد لون معين ممكن اطلع من اسود لاش براون ممكن اطلع لبني بسيط المره الجايه اطلع لافتح لافتح فانا لازم يكونوا جايين عارفين ان في مراحل انا ممكن اطلعه بكل سهوله بس, بس هيأثر فكرة بيبقى بقى على الشعر. في جهد غير عادي على الشعريه ساعتها بيكون ايه الاضرار مثلا ساعتها اللي ممكن تواجه الشعر الا الاضرار ساعتها ان شعري بلاقيه مقصف لان طبعا اديته درجه تفتيح عاليه يعني في دي ناس بتبقى عامله لوك وبعدين عايزه بقى تقلب لوك تاني خالص فدي بتبقى مع الفكره أوه. ان احنا بنقول يعني لو هنفضل غوامق خلينا غوامق لو أسهل شعور بتجيلنا الشعور البيور اللي ما لعب دي بنفتح الشانتيون هي بتختار اي لون بيطلع لها لان شعرايا ما فيهاش اي لعب مش شاربه زيوت مش شاربه كريمات مش شاربه حنه مش شاربه غوامز بس برضو الزيوت والكريمات بتكون في بعض الاوقات بتكون برضه مفيده بتغذي الشعر ولا ما بتنصحيش بيها الزيوت والكريمات مفيده لمده على الشعر ما تزيدش اكتر من ساعتين اي زيت في العالم او كريم اتعرض على الشمس خلاص باظت كل فوائده ورجع باثر سلبي على الشعرية يعني انا دايما بيقولوا لي بنستعمل استعمله بس ما تخرجش بيه من البيت ما احطش الطرحه وانا حاطه في شعري كميه زيت او كريم واخرج للشمس لو انا بشعري ما هو تعرضي للشمس خلاص كل اللي في الزيت او في الكريم اتاكسد على الشعريه ده عكس لو هي هترتب هتنشف امال بتنصحي مثلا بالسيرم اكتر ممكن احط جزء بسيط سيرم كحمايه كحمايه آه. وانا نازله البسين كحمايه وانا نازله البحر كحمايه وانا نازله شغلي بس في ناس بيكون شعرها ناشف شويه فبتكون مضطره انها تستعمل الحاجات دي ما انا هحط بس هحطه وانا في بيتي هحطه الصبح مش هحطه وانا نازله يعني اصلا الزيت او الكريم بيتاكسد بي بيبقى مش حلو اصلا مع الشعراي، يعني انت عارفه ان المفروض الكلاين اللي جاي يعمل بروتين او فيلر او سبعه بنقول لها بلذة او كريم مثلا لمده 15 يوم. يعني مفيش انواع معينه تنصحي بيها بعد سواء البروتين او الفيلر. أنا, انا مش هقدر اقول اسامي. اه مش لازم اسامي بس قصدي بيبقى الفكرة في حاجات ولا لا هو البروتين والسيرام وال... والفيلر ليهم شامبو بلسم وسيرام بس هو ده كل اللي محتاجه منك مش محتاج أوه. اي مجهود لانه مش بينفع اصلا احط زيت. او احط اي كريمات بعد ما اعمل بروتين لمده آه معينه مثلاً. ولا بقى على طول؟ للمده يعني هي المده بتتراوح ما بين 6 شهور 8 شهور ولو فضلتي حفزت عليه ممكن بيقعد اكتر من آه. سنه وبيبقى صعب بقى تستعملي اي شامبوهات ثانيه او هو مش محتاج ما هي الماده محتاج. هي الماده فيها التغذيه الكامله ان هي تظبط الشعر فهو مش محتاج يعني زيت محتاج. ممكن يكون حمام كريم التغذيه بتاعته تبقى اعلى شويه اوكي ما فيش مشكله بس الترتيب لو عايزه ترتيب حمامات كريم اه لو هنبدا زيوت زي ما بقول لك نبدا زيوت طب والصبغه بعد البروتين؟ سعبين. لا الصبغه قبل حيارش. البروتين اه يعني اصل البروتين برده اسمع ان هو اصلا بيفتح الشعر جدا انا اوريدي بظبط لون شعري آه مثلا انا عايزه اللون غير صبغتي قبل البروتين وبعدين عملتي بروتين قبل وبعد يعني أنا, بزبط. آه. أنا بزبط يعني انا بظبط انا بظبط يعني انا خلاص بشتغل بس بدي درجه اقل من اللي الكلاين عايزة آه. درجتين فبيفتح اللون لا انا عايزه اقفله بدخل بعديها بصبغه ما فيهاش امونيا لان ما ينفعش اتدخل بصبغه فيها امونيا بعد ما غلفت الشعرايه لان البروتين عباره عن انا عايزه ابسطها لك وبسطها للناس اللي بيشوفوني البروتين عباره عن الشعرايه وانا جبت كيس بلاستيك وبلف بيه الشعرايه فانا وانتي بنبقى عايزين الكيس ده أطول وقت ممكن على الشعراية فبقول لك استعملي الشامبو بالسم بتاعه حطي السيرم هنديه عشان الميه فيها كلور ممكن تأثر شويه على الشعراية واحنا نازلين بيسين واحنا نازلين بحر هنغلف الشعراية كويس اه لأن في ناس بتواجه المشكلة دي لأن البيسين بيكون فيه كلور, في كلور. فده طبعاً بيضر بالشعر دي كل الحكاية إن أنا بحط السيرام بتاعي كتير وبحط حمام الكريم كتير من تحت ما بجيش آه. ما بجيش فوق وبنزل وبتعامل عادي اه وساعتها ما بيبقاش في اي ضرر بقى لا على الشعر. لا لا ولا اي ضرر ولا الشعر يتكسر ولا البروتين يروح من عليه ولا الكلام ده طب ايه الفوائد بقى بتاعته يعني احنا اتكلمنا فيه طبعا ان هو للفرد والكلام ده ايه بقى الفوائد اللي شفتيها منه الملحوظه يعني انا في ناس كتير جولي في الفتره الاخيره بتقولي انا نمو شعري واقف مش بيطول مم. فانا بضطر ادخل بكولاجين الكولاجين مع الفيلر في الحاله دي بيصحصح لي المسام وفعلا جاب نتيجة إيجابية جدا جاب نتيجة إيجابية كتير في ناس شعرها بيبقى فطر... بيقعد فترات كتير ما بيطولش خلاص أو بيطول حاجات بسيطة كتير أنا نفسي لما ب... لما بشوفهم والله العظيم ببقى مخضودة يعني اللي هو إزاي لأن ال... الكبس أصلا بتاع المكوه والمادة أصلا فيها مواد بتدخل جوه خلايا فبتنشط الدنيا شوية ده صح صح الخلايا بعد ما ماتت شويه بعد طبعا بيجوا بيجوا لي ناس شعري مهلوك فرد وصبغات وحاجات كتيره جدا فانت ما بتبقيش عارفه تتصرفي ساعتها ازاي لما تختاري حل ده مم. طب وبالنسبه بقى للبيبي ليس والسشوار وكده بعد البروتين ده بقى مضر عليه ولا لا 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 هو شعري عادي جدا هو خلاص. شعرك هو شعرك بتتعاملي معاه لان هو شعره هو شعر طبيعي ما ما فيهوش اي فرق عن الشعر بتاعك عادي عملت شوار عملت بليس بس هو مش بيبقى محتاج مش بيبقى محتاج قوي نسبه بس الفرد بيجي فيك على الفتره الأقلية. الاخيره مثلا يعني لو قعدتي كام شهر مثلا هتلاقي في اخر مثلا كام شهر في ناس بتلاقي عشان الجدور بقى والكلام ده اكيد ما هو اللي طالع ده بقى تاني. انت مش عاملاه ده اللي طالع ده شعري انا فبيطلع بطبيعته او بصوره أزرف شويه لانك لما بتحطي مواد تغذيه اعلى بتطلع الصوره اضبط شويه يعني شعري كيرلي قوي او شعري ناشف افريقي قوي لا لما بتحط تغذيه انت نفسك بتلاحظي ان الشعرايه طالعه طريه شويه اه بيطلع بقى بسرعه اضبط بيطلع بسرعه اضبط حتى في ناس بيعملوه مره اثنين ثلاثة بتقول انا انا كده تمام يعني الدنيا حلو بس نادرا بصراحه لما بيجي لي آه. كده اللي بياخد عليه مش بيقدر يا يعني مش بيقدر يبطله بصراحه طب بالنسبه للرجاله ممكن يستعملوا الكرياتين والتوزين اه جدا ده هم فرصتهم في الكرياتين وفي اسهل لان شعرهم قصير ازعل غير ان شعرهم قصير شعره الراجل جديده لان هو بيحلقها باستمرار اه فدي شعريه بتطلع جديده فالشعريه الجديده سهل جدا التعامل معاها بس الحلاقه اصلا بتخشن فوتين. الشعر هم فشعرتهم اكيد بتطلع خشنه انا مش بتكلم دلوقتي عن خشنه ونعم انا بتكلم عن نوع الشعريه اللي طالعه آه. هم شعرهم بيتجدد قصدك انها جديده فمش مهلوكه بقى غير شعرنا احنا آه. فهم بيستقبلوا الماده اكتر منا سواء في صبغه في بروتين في كولاجين في اي حاجه طب وهل في نوع معين بقى من الشعور مثلا بيبقى لازم نستخدم معاها فرد معين او الكلام ده يعني مثلا زي مثلا الشعر الجاف غير الشعر اللي نوع كذا غير يعني طبعاً. طب تقدري توجهي لنا شويه نصايح لان في ناس ما بتبقاش عارفه طبعا و... يعني ممكن تتعرض لانواع مش مناسبه معاها او يعني نوع الشعر مثلا الفكرة ايه الفكره ان انا مهما قدمت آه نصيحه للكلاين مش يعني معلش آه سوريا بتخش مركز التجميل مش عارفه ايه اللي بتحط في الطبق او ايه فلازم تدخل حاجه مركز اولا موثوق فيه هي عارفه هي هتشتغل في ايه ومع مين على الاقل هي دي نصيحه اللي دي اهم حاجه الاهم حاجه النوع, النوع 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 لان الانواع اللي الرديئه الانواع اللي بتبقى مش تمام بتدمر الشعرية جدا فوق ما تتخيلي مش بتدمرها وهي ماشيه بتدمرها بعد كده مع الوقت طب بالنسبه بقى للترند بتاع منور اه منور آه دي حبيبتي اه احكي لنا بقى عرفتيها منين والله منور بالنسبه لي ما كانتش يعني انا عايزه اقول لك انا مركزه في شغلي اكتر بصراحه يعني انا موضوع الترندات ده ما بفكرش فيها اه ام نور كانت تجارة حد من الاستاف عندي اتكلمت من فتره ان هي عايزه تيجي بما ان هي من شبرا يعني وانا محلي من شبرا اه فقلت لها تمام تنور ونسيت صدفه ان هي جات لي بعد ما برنامجها بعد ما عملت برنامجها مع رهام سعيد فالدنيا كانت فيها ضجه شويه وانا كل ده مش على عيني لان انا انا شغلتي في الحياه ان اسعد الجست الداخلي اه طب ازاي قدرتي تعملي لها اللوك الحلو ده؟ هي عايزه اقول لك ست طيبه جدا يعني بغض النظر عن المحتوى اللي بتقدمه سواء هادف او مش هادف او ده او ده انا علاقتي بمنور كلها ان انا زي زي اي ست بقلب الفيسبوك بشوف لها فيديو اتنين آه احنا بدانا طبعا اول ما دخلت عملنا لها سيراميد لان هي اول حاجه مثلا فاجئتني بيها الطرحه مش عارفه انت شفتي الفيديو ولا لا <applause> وما كانش متفق خالص على فكره خالص خالص لان انا اتظلمت شويه في موضوع الطرحه ده ان هي تقلع هي بس هي ست بسيطه شويه آه. ست جميله بسيطه كده بتتكلم ببساطه فيها حابة توري الناس بس انا شعري قبل واستنوني اما اخلط شوف عملت لها سيراميد وعملنا فيلر عملت تنظيف بشره عملت اكليريك عملت سبغة عملت حاجات كتير ساعتها. عايزه اقول لك نظرتها نظرتها كانت سعيده جدا كانت مبسوطه انا 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 كنت مبسوطه لها عملت لها ميك اب بسيط قوي يعني اللي هي عايزه عايزه اكمل السعاده بتاعتها يعني أوه. عايزه اخليها تبقى مبسوطه بزياده يعني طب ازاي قدرتي تستقبلي الترند ده يعني هل كنت متوقعه ولا لا بصراحه انا زي ما قلت لك ما, ما ركزتش بس فجاه لقيت الدنيا يعني منشنات وهنا وهنا وفيديوهات ويوتيوب وده وده أنا خلاص اشتغلت وروحت زي أي جيست مثلا اه بيحتاج شغل عالي آه. شوية وهي ست بسيطة يعني واشتغلت ومشيت فجئت بقى إن في الدنيا جامدة شوية و... وتهجمت شوية في الأول بس مش عارفة ليه تهجمت أني أنا ش... زي ما قلت لك أنا شغلتي أني أسعد أي حد يدخل عندي آه. بكل اللي أقدر عليه ماليش دعوة هو من فين طبقته ايه دنيته ايه بيقدم ايه ما بيقدمش ايه دي مش بتاعتي اه طبعا اكيد انا جست دخلي انا بقدم اقصى ما عندي عشان يخرج لي مبسوط ويجي تاني ويجيب صاحبته ويجيب اخته ويجيب مامته وده بس فعلا فعلا الهدف من نور ما كانش ترند خالص على قد ما كان حاجه ان انا عايزه اساعدها يعني عايزه اساعدها وفجاه لقيت الدنيا وفجأة لقيتي الترند الترند كان كان شديد شويه في الاول كتله الموضوع فيه كلام كتير في فيديوهات في ناس اتصلت عايزين عايزينك في مداخله عايزينك فما اعرفش ايه حسيت ان الدنيا في ايه يا جماعه انا آه آه كنت يعني بشتغل يعني, يعني حصل يعني. حاجه غير متوقعه حصل كده. حاجه حصل اه حصل في دوشه حصل في شويه ربكة على البيج عندي حصل آه. بس الحمد لله I'm ولو برض. قدرت أوه. اسعد اي حد تاني انا هسعده يعني مش ما ما خفتش ولا ضايقت ولا زعلت لأن كل واحد ليه رايه اه اكيد كل واحد حر كل واحد بينه وبين ربنا عارف هو بيقدم ايه وعشان ايه فراي الناس اه اي آه نعم يحترم وانا بعزه بس اللي بيهاجم،, بيهاجم 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 اصلي زي اي اي جيست بتجيلك كل ست في الدنيا ليها يعني يعني يعني... الحق ان هي تبقى حلوه اه طبعا هي كل ست حلوه بس هي مش عارفه ايه اللي كل واحده بتحب اه تعمل طبعا وتعمل ستايل جديد ست وحشه كل نفسها ست حلوه بس كل ست عايزه مفاتيح فين فين مفاتيح الجمال بتاعتها اللي ممكن تتك عليها تبقى جميله مش بالميكروب ولا بالشعر ولا ولا على حكم ان انا بقالي اكتر من 15 سنه طب ايه بقى مفاتيح الجمال ادينا شويه كده الفكره اللي انت تكوني راضيه من جواكي يعني انا بيخشلي ناس قد ايه عندهم ثقه في نفس فظيعه انا نفسي بعجب بيهم يعني الموضوع تخشي لي واحده جميله جدا 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 و... بطريقه مش بتستبوخي حتى الكلام انا مقتنعه اني انا حلوه يعني ده بيعتمد اكتر بقى على الشخصيه مش الشكل طبعا انا مقتنعه انا الثقه بالنفس بتودي معانا في الشغل لابعد الحدود يعني أوه. يعني لما بيجي لي حد قوي واثق من نفسه او يعني ومعدلات الجمال صغيره شويه بس ثقة في النفس رهيبه اقسم بالله الشغل بيطلع فوق العادي انا كده هي ابتسامتها وبتقول لك انا حلوه مجرد ما اعمل كده تقول لي انا جميله فخلاص هي بتبسطك بتخليكي عندك حافز انك تخليها اجمل وأجمل. اه لكن لو حد قال لك ايه ده وبتاع وكده صح هتبقى يعني هتبقى فيها تنشان عايزه اقول لك آه. اغلب العرايس اللي بيطلعوا من عندي تمام والميك اب بتاعهم تمام هي العروسه اللي بتقعد تمام مش عشان انا ما بحبش اخد ودي لا بس في ناس بتبقى ايه عشان متوتره بقى جداً. وعايزه تظهر في احسن شكل عايزه اقول لك انت بتتعاملي ف... مع مع يعني مع اكتر وقت توتر مع العروسه اه طبعا هي بتبقى جاهلك متوتره جدا عايزه تظهر بقى باحلى لوك وكده فبتبقى ساعات من كل اهتمامها بنفسها ما بتطلعش حلو من كتر الحاجات الكتير اللي جايباها وساعات واحده تيجي تنام كده وتقول لي اعملي اللي انت عايزاه طب خدي ودي طب اختاري فان هي تديكي المسؤوليه دي انت تبقي واقفه متوتره عايزه تطلعي الهدوء النفسي فعلا والثقه بالنفس من اهم العوامل وهي اديتك ثقه العو... خلاص آه. طلعتي حلوه طلعتي وحشه فهي تسألك انت هي ما كانش عندها اختيار في اي حاجه فدي لوحدها بتخليكي شايله مسؤوليه جامده جدا يعني انت مش عايزه تطلعي اجمل ما عندك عشان هي خلاص اديتك الثقه قالت <applause> لك اشتغلي انت زي ما انت عايزه <applause> طبعا دي اهم حاجه وفعلا اهم حاجه فعلا انك تكوني قد ثقه فعلا الجست اللي معاكي اوت آه طبعا, الحمد طبعًا على, آه. على قد ما بتقدري لان الفكره هي بتيجي خايفه تطلعيها وحشه انا خايفه اكتر منها تطلع فيها اي دفوق آه. لان هي بتخرج وفي كذا حد بيشوفها هي بتخرج وبتجيب لك صاحبتها بتجيب لك بنت خالتها بتجيب لك اختها بتجيب لك بتجيب لك ناس كتير يعني انا دايما لما بتدخل بقول لها ما تخافيش مصلحتي ومصلحتك واحده احنا الاثنين لازم نطلع حلوين عشان على الاقل هتطلع من عند بينا انا طالعه من عند بينا أنا بينا عملت لي تاني بتقعد وصورتها قدامها طول العمر يعني يا دعت لي يا ضايقت مني كل ما اشوف صورتها اه طبعا اه ففكره ان تبقي بتمسكي لحظه مهمه جدا يعني اه طبعا لحظه زي لحظه العرايس والكلام ده جدا جدا لحظه توتر يعني بعدين اي حد بقى هيشوفها من قريبه مين عمل لك اللوك الجاي ده مين مدافع طبعاً انا ده بفرح جدا بغض النظر عن اعلاناتي على الفيسبوك او شغلي على البيج بتاعي او لا بس ببقى سعيده جدا لما تيجي واحده تقول لي ملهاش اي علاقه بالفيسبوك ملهاش اي علاقه بالسوشيال ميديا تقول لي انا جايه عشان انتي طلعتي صاحبتي اصل انا شفت اخت ما عرفش مين قالت لي على اسمك دورتي عليك يا ما شافت شغل هي شافت شغل على الطبيعه وده الاصعب الايام دي ان الشغل الطبيعه مهم جدا عن شغل الصور وعن الصور اللي بتتشاف على الفيسبوك وعن الصور اللي مليانه اديت وعن عن العروسه آه. بت بت بتتصدم ممكن صوره تروح صوره وتلاقي الحقيقه صادمه ودي انا شفتها بعيني في ناس واسامي كبار الحقيقه صادمه فالشغل مم. اللي على الحقيقه هو اللي بيظهر اه طبعا هو اللي بيظهر لان الصور ممكن يبقى فيها ادت ولا شويه جدا صور شوي. فيها آه. لي. انا ليه على بيدج معظم الوقت بطلع لايف اللايف برضو بيكون في مصداقيه شويه بالرغم ان الصور آه. فيه ما بتكونش تمام بس هو بيبقى فيه مصداقيه شويه اللي هو الصوره اهي يعني هي قدامكم الفورمه هي الميك اب اهو لون الشعر انا دلوقتي طبعا الاديت بقى والحاجات دي طبعا ممكن تقلل يعني قويه انا زمان كان كل محل واخد منطقه لوحده او واخد ما معن... عندكيش غيره مم. يعني انا ما عنديش ده كنا... انما دلوقتي انت بتنفسي عشان يبقى لك اسم في الوقت ده ففعلا في تعب عن زمان كتير كتير منافسه قويه الاسامي كبيره كلها وتخد طبعاً. فكرة آه يعني في المهوض. دلوقتي كل حاجة أصلا مش بس التجميل والشعر والكلام ده كل حاجه كل بقت حاجه بقت فيها, فيها منافسه, كبيرة نفسة. فلازم تثبتي فعلا نجاحك عشان اللي آه. بيثبت اسمه دلوقتي بيكون قوي شويه في الساحه لان الساحه كتيره مليانه اسامي كتيره مليانه مجالات كتير قوي 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 انما زمان الفرصه كانت كانت قليله او كانت محصوره على ده كوافير ده وده كوافير ده وده فانت اوريدي رايحه له رايحه طيب شرفتينا طبعا يا مدام بينا أنا اللي طبعا شرفت بيكم ومبسوطه بيكم قوي النهارده واتمنى تكونوا استفدتوا طبعا بالمعلومات الجميله دي والموضوع يبقى. ده وهنطلع فاصل ونشوفكم بعد الفاصل